لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، استكمالا لقصة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، وكنا قد تناولنا في الأسبوع الماضي القعقاع لما أتى مع الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام أخذ ينظر إلى هذا الوفد حتى رفع بصره على هذا الفتى من هذا الوفد. كان القعقاع كان عمره حوالي 15 سنة، يعني القعقاع بن عمرو لما أسلم كان عمره 15 سنة، ولما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بقى 17 بقى 18 بالحديث. المهم هو كان شاب في مقتبل العمر وفي ريعان الشباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء ما هو بيصافح الوفود وبيسلم عليهم وبيستقبلهم، لكن كان مركز قوي على الوجوه التي تسلم عليه، فكان يلتقط منها الوجوه الشابة التي يرى فيها مستقبل لهذه الأمة وحمل هم رسالة هذا الدين. فوقع بصره على القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، وهذا شأن القائد، أنه لابد أن يبحث عن اكتشاف الكوادر واكتشاف المواهب بصفة مستمرة، لأن هذا الدين متجدد، يعني يحتاج إلى دماء متجددة تحمله وتتحرك به. وهذه الأمة تتميز بكثرة المواهب فيها وكثرة القدرات فيها، فلو تركت هذه المواهب وهذه القدرات وهذه الكفاءات، لو تركت سوف تموت، ولكن لو تم اكتشاف هذه الكوادر وهذه المواهب وهذه القدرات وتم توجيهها لخدمة الدين، لا شك أنها سيكون لها أثر كبير جدا في تعديل مجرى وسلوك الناس في المجتمع. ولذلك كان لابد من اكتشاف الكوادر الجديدة، وهذا لا يتم إلا بالاندماج مع الرعية، إن القائد ما بقاش قاعد في مجلس خاص به لا يلتقي بالرعية، لا، لو كان كده مش هيعرف يكتشف حد، ولكن لابد أن هو ينزل في وسط الرعية ويجلس معهم ويتحاور في هات وخد، بحيث أنه هو يستطيع أن يكتشف المواهب الموجودة عنده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما التواجد في وسط أتباعه ورجاله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هو لما رأى القعقاع والناس سلمت عليه وكده، فنظر إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقعقاع: ما اسم الفتى؟ ما اسم الفتى؟ اسمك إيه؟ فقال: القعقاع بن عمرو. القعقاع ابن عمرو، وقلنا ان حتى اسم القعقاع المره فاتت قلنا ايه، في رجه كده بيحسسك ان في قلقله جامده، وفي ضجيج في الاسم نفسه بيحملك بيهزك من جوه. قعقاع ابن عمرو حاجه ايه اسمها يخاف، مش اي حاجه يعني. فقال القعقاع ابن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سؤال، قال: ما اعددت للجهاد في سبيل الله يا قعقاع؟ ما اعددت للجهاد في سبيل الله يا قعقاع؟ مفترض ان هو ملامح الدين واصول الدين كثيره، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام يرى هذا الشاب كيف ينظر الى الجهاد في سبيل الله، كيف يرى؟ هل هو شخصيه خانعه خاضعه ذليله منكسره، ولا هو شخصيه عندها استعداد انها تبذل وتحمل الهم ويعني تبذل لدين الله تبارك وتعالى؟ فقال: ما اعددت للجهاد في سبيل الله يا قعقاع؟ ترى النبي عليه الصلاه والسلام يذكر له اسمه، انت اعددت يا قعقاع، اعددت انت؟ فقال: طاعة الله ورسوله، أول حاجة طاعة الله ورسوله، والخيل الصافنات، والرماح المرهفات. قال له ثلاث حاجات أعددت، أول حاجة طاعة الله ورسوله، يعني قوة الإيمان، وهذا هو المحرك الأساسي، قوة الإيمان. في قوة إيمان ممكن يكون في حاجات كتير جدا بعد كده، أما ما فيش قوة إيمان فلن يستطيع الإنسان أن يتحمل شيء. قوة الإيمان هي التي تجعله يقف أمام العدو، قوة الإيمان هي التي تجعله يثبت ويصمد ويستمر في أي مجال يدخل فيه. قوة الإيمان، فقال: قوة الإيمان طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والخيل الصافنات. يبقى في قوة إيمان. طب هل الواحد عشان هو مسلم عشان هو مؤمن ده كفاية، ولا لابد أنه ياخد بأسباب التقدم وأسباب الرقي وأسباب القوة؟
لابد أن يأخذ بأسباب القوة. فقال مع قوة أو مع طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والخيل الصافنات، خيل معد مجهزة قوية للبذل والحركة في سبيل الله، والرماح المرهفات، رماح المرهفات يعني الرماح اللي هي من كتر الضرب فيها بقت رقيقة دقيقة، فهي بتتضرب توصل على طول تخرم الجسم الإنسان وتعدي على طول، يعني حاجة إذا ما تقول حاجة متحمية سننها سنة محترمة بحيث أنه يرمي تخترق الأبدان مباشرة. يعني هو مجهز كده أرضى حاجة ولا أفضل حاجة؟ ده أفضل حاجة، يجهز أفضل حاجة عنده، خيل صافنات يعني مجهزة مربوطة معدة للجهاد في سبيله، دي بتاكل وتشرب ومربوطة عشان الموضوع ده، يعني عشان تزداد قوة. وهكذا أنت إذا أردت أن تعد نفسك فلابد من محورين مهمين جدا. المحور الأولاني هو قوة الإيمان، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني الأخذ بأسباب القوة المادية بقوة، إنك تأخذ الأسباب وتأخذها بقوة. يعني مثلا أنت راجل هتدخل في أي علم من العلوم الحديثة وليكن مثلا علم الكمبيوتر، ادخل في العلم بقوة تعلمه، لابد أنك تكون أستاذ فيه. هيدخل مثلا في علم الطب خليك أستاذ متخصص، خليك حاجة قوية، ما تبقاش أي دكتور، ما تبقاش أي مهندس، ما تبقاش أي مدرس، ما تبقاش أي عامل، لا خليك دايما فيك عنصر التميز عشان أنت مسلم. تميز ليه؟ عشان أنت مسلم، وهذه الشارة وهذا التاج مهم جدا أنك تبقى عارف قيمته، إنك كونك مسلم ده شيء عظيم جدا. فقال طاعة الله ورسوله والخيل الصافنات والرماح المرهفات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغاية. تلك الغاية يعني ايه بقى تلك الغاية؟ ها هو ده المطلوب، بص فيش كلام كتير، قال تلك الغاية، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، قوة إيمان وأسباب قوية، قوة إيمان وأسباب قوية. قال تلك الغاية، وده تبين لك مدى الفهم السليم للقعقاع بن عمرو رضي الله عنه، إن القعقاع بن عمرو حط يده على الهدف، حط يده على الهدف مباشرة، فده يبين لك دقة فهمه وقوة فهمه وسلامة فهمه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له تلك الغاية. ومنذ ذلك اليوم وضع القعقاع بن عمرو نفسه وسيفه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من التوقيت ده والقعقاع بن عمرو سلم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، بقى هو بذاته وكل إمكانياته طوع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان زي ما قلنا قبل كده، كان هو بيكتب، كاتب جعل قلمه للدفاع عن النبي وعن الإسلام، إذا كان هو شاعر جعل شعره للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دين الإسلام، إذا كان هو مقاتل فيقاتل بأقوى ما عنده، فجعل نفسه وكل إمكانياته في خدمة دين الله تبارك وتعالى. والمفترض أنك حضرتك تسأل نفسك، هل أنا حاطط نفسي وإمكانياتي لخدمة دين الله عز وجل، ولا أنا بخدم الدين على قد الحال في الوقت الفاضي لما أفضى؟ مفترض أن حضرتك تضع نفسك وكل إمكانياتك تسخرها لخدمة دين الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له تلك الغاية، ومن ساعتها القعقاع وضع نفسه في هذه المرحلة وفي هذا الموضوع. ما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يسلم جنبه إلى الراحة بعد الفراغ من حروب الردة حتى جاءه كتاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمره فيه بالتوجه لفتح بلاد العراق واستنقاذها من أيدي الفرس وإدخال أهلها في دين الله، لكن جنود خالد كانوا قد تناقصوا وتفرقوا. كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما ننساش ان احنا دلوقتي في عهد مين؟ عهد ابو بكر الصديق، مش كده؟ في عهد ابو بكر الصديق، نحن الان في خلافه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. في خلافه ابو بكر الصديق اول حروب حصلت كانت حروب ايه؟ كانت حروب الرده. فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه ارسل خالد بن الوليد لحرب المرتدين بجيش كبير، ولكن الجيش استمر وقت طويل، وحرب استنزاف، حرب مستمره، وقتل من المسلمين افراد كثر، كثير جدا اتقتلوا من المسلمين في حروب الرده. والجيش لما جلس مده طويله يحارب وهو راجع خلاص بقى الجيش ايه يعني، ما بين واحد راح يستريح، ما بين واحد تعب، ما بين واحد اصلا مات، يعني الجيش ضعف، ضعف قوته، ضعف بنيته، لكن هو جيش وراجع
الى حد كبير منتصر على المرتدين وراجع. اول ما رجع المفترض ان الجيش ده يستريح، لكن ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يدع قائد الجيش ليستريح. لو كان قائد الجيش كان مين؟ كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، بس مش يستريح على طول، اداله تكليف تاني ان هو يتوجه بالجيش اللي هو جاي ده. يعني تخيل كده جيش منهك استمر في حروب الرده فتره طويله وقصر عدده والامكانيات العسكريه ضعفت، يعني في سلاح خسروه، في دواب خسروها، وفي بني ادمين خسروها، وهم جسمهم يعني ضعف من قله الطعام والشراب وكثره الحروب. بهذه الصوره مطلوب منه بالجيش ده يتحرك نحو العراق. كده بالجيش ده يتحرك نحو العراق بهذه القوه الموجوده، يتحرك نحو العراق لانقاذها من ايدي الفرس. فرس احتلوا هذه البلاد او هم موجودين في هذه البلاد، فاراد ابو بكر الصديق ان يرفع عنها هؤلاء الفرس، فاراد ان يستنقذها من ايديهم وادخال اهلها في دين الله تبارك وتعالى. لكن كما ذكرنا ان جنود خالد كانوا قد تناقصوا وتفرقوا، حيث استشهد منهم من استشهد في حرب الردة الطاحنة، وسرح منهم الى اهله من سرح بعد ان طال بينه وبينهم العهد. يعني اول ما رجع اول ما حط رجله في البلد جري على اهله، بقى له مده ما شافش اهله ولا اولاده. فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما ارسله ماذا كان على خالد رضي الله عنه؟ فاول حاجه ان سيدنا خالد كتب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه يساله المدد، يساله المدد. طيب عالروح ما اعترضش، ما قالش لسه جاي من حرب جديده، طب ابعت قائد غيري، طب ابعت جيش تاني، ما هم المسلمين كتير، اشمعنى انا؟ كل الجمل ديت ما تتقالش، ما تتقالش رغم المشقة والعناء الموجود، لكن ما تتقالش. يخلص عمل ينتقل لغيره، اتربوا على قوله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من طاعة فانصب لطاعة أخرى، إذا فرغت من عمل وعبادة فانصب لعبادة أخرى، فما يكاد ينتهوا من عبادة أو طاعة أو عمل إلا وينشطوا وينهضوا لعمل جديد. فالمطلوب دعم، عايز دعم، سيدنا خالد يريد الدعم. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي عنه أراد أن يرسل له دعم، لكن قبل ما يرسل الدعم فتح الرسالة اللي سيدنا خالد بعتها وقرأها على من حوله. قال: إن خالد بن الوليد يطلب منا مددا فأمدوه. يقول سيدنا خالد طالب مدد، فأمدوه بالقعقاع بن عمرو. إيه ده؟ مدد، عايز مدد، يعني عايز ناس كتير تحارب، عايز سلاح كتير يدخل مع المعركة، عايز قوة جديدة ونشاط وهمة لجيشه. فقال لهم: فأمدوه بالقعقاع ابن عمرو. طبعا الناس عامل زيكم كده، ففغر الحاضرون أفواههم. كله فتح بقه وسهتن واحد. طبعا هم حاطين نفسيهم في مكان خالد رضي الله عنه، ان واحد جيشه مطحون ومطلوب منه يجي من اليمن يطلع على العراق، ده المشوار لوحده هدد حيل يا راجل. متخيل ان هو يطلع من اليمن يروح ايران؟ يعني ده هيعبر القاره، هيعبر القاره، هيعدي شبه الجزيره العربيه دي كلها، وبعدين يدخل بقى على الخليج، وبعدين يوم داخل على ايران. ده مشوار كبير جدا، المشوار نفسه قاتل. ومع ذلك هو بكل بساطه يقول لهم ايه: فأمدوه بخالد بالقعقاع بن عمرو رضي الله عنهم. ففغر الحاضرون أفواههم دهشة مما سمعوه، وقالوا: يا أمير المؤمنين، أنا مد قائد انفض عنه أكثر جنده برجل واحد؟ يعني هذا يعقل إن أنا نمده برجل واحد؟ وهنا بقى في إيه؟ في مناقشة. يعني هو المدوه بواحد، ما هيش بقى ديكتاتورية وممنوع حد ينطق وممنوع حد يفتح بقه وممنوع حد يتكلم، لا. هو أبو بكر الصديق لما فتح الرسالة فتحها قدام المجتمع ولا قدام مجموعة صغيرة؟ المفترض ان هم دول رجال إدارة الدولة، هم دول رجال إدارة الدولة، فمن حقهم ان هم يناقشوا ويحاورهم عشان يضعوا الدولة على أفضل سبيل. فهو بيناقشوا بقى الناس اللي هي ايه حاطة إيديها معاه في مؤسسة وإدارة مؤسسات الدولة، فبيقولوا له ان واحد انفض عنه أبنائه وجيشه تقريبا، يعني ما عندوش ناس تحارب، هبعته مشوار زي ده وابعته يحارب الفرس، وابعته كمان لما مده واحد، يعني تيجي ازاي؟
فقال الصديق رضي الله عنه: نعم نعم هو واحد، فإن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. قال: نعم هو واحد، بس مش أي واحد، مش كده؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن في رجل بألف وفي ألف بخف، عارفين الخف طبعا، وقعدنا نتكلم في الخف المرة اللي فاتت اللي قالك طاقية. طب ماشي أبو خف ده أصل لابس طاقية، أخد بالك اللي قالك طاقية ولا قالك مش عارف إيه، وفي الآخر طلع اللي هو إيه حذاء، يعني عامل زي الشراب، يعني في الآخر حاجة فردت حذاء في رجليك. يعني في ألف بني آدم لما تحطهم على الميزان ما يوزنوش حاجة، يطلعوا ولا قيمة لهم، وفي واحد لما تحطه على الميزان لا ده بألف. وخد بالك ان في عهدنا النهارده رجال ممكن تعد الواحد بألف، ممكن تعد الواحد بألف، وزمان كان برضه في رجال تعدهم بألف. يعني مثلا واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه ده تعده بكام في مجتمعه؟ ده برقم مش كده؟ طب رقم، لا ده ارقام كبيره. فاذا كان في رجال بيتعدوا بالالاف، وبرضه في عصرنا وفي ايامنا بمواقف كثيره جدا تبص تلاقي في رجال، وفي دعوتنا بتجد ان الواحد فعلا لو انت حطيت قدامه ألف لا 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 هو اتقل منهم، هو اتقل منهم. وده واضح في مواقف كثيره في مجتمعنا ان فعلا عندنا معادن رجال اقوياء، انك تحطه على الميزان فعلا يوزن ألف واكثر من ألف. فالتميز، التميز. قال: ان صوت ده، بص مش بقول لك بقى القعقاع بذاته، لا 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 ده صوته بس، ان صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. وده التميز اللي احنا عايزينه، ان يكون المسلم متميز، متميز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا لعبد الله بن عمرو، يقول: نعم الله، نعم العبد عبد الله بن عمرو لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. ناقصه ايه ده؟ ناقصه ايه؟ ناقصه حته صغيره انه يقوم الليل بس، انه يواظب على قيام الليل، فما ترك قيام الليل. ففي اشخاص هو نعم العبد. هل أنت أمام نفسك نعم العبد؟ هل أنت أمام ربك عز وجل نعم العبد؟ إحنا عايزين ندور على ده، نعم العبد. نعم العبد اللي هو في إيمانه قوي وفي أسبابه المادية قوي، دايما تجده متقدم، دايما تجده في نجاح، دايما تجده صاحب إنجازات. شوف ذو القرنين مثلا إنجازاته دي حاجة لا تحصى. شوف مثلا الإمام أحمد لما يقف قدام دولة بحالها بيحاربها على معتقد إن كلام الله ليس مخلوق، بس قضية واحدة بيحارب عليها دولة بحالها بمؤسساتها، ويسجنوه ويضربوه ويعملوه ويخلوه، في الآخر هو صامد. رجل مش بألف، ده ممكن يكون بمئة ألف. الإمام أحمد لما توفي كان جنازته قد إيه؟ حد فاكر الرقم اللي طلع في جنازته الإمام أحمد؟ ألف، ألف ومئتي ألف، يعني كم بالأرقام الحديثة؟ مليون ومئتين ألف. أصل المليون ما كانش ظاهر على أيامهم، وده عادي خالص. وإحنا كنا نعرف المليون؟ إحنا يا مصريين كنا نعرف المليون؟ لسه عارفين قريب، دلوقتي ظهرت أرانب وقرود ومش عارف إيه، بتعد حلال أرقام. أقول لك إيه، فك الأرنب دوت، إيه الأرنب ده؟ ما أعرفش يطلع قد إيه، قد إيه يا مولانا؟ هتبص لها في حاجات وارقام تانية، مصطلحات تانية ظهرت، فالمليون ده بقى فكه يعني. فتخيل، تخيل لما في عهد الامام احمد اللي الناس حبه صغيرين يطلع في الجنازه بس مليون و200 الف، يبقى الراجل ده كان بكام؟ لا ده رقم مؤثر. الامام احمد رقم مؤثر، الامام احمد متميز. هي دي الشخصيات اللي احنا عايزينها، شخصية المتميزة. فقال: نعم العبد. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. مجرد بس ما الناس تسمع صوت القعقاع بس يسمعوه، الجيش انهزم، الجيش يهرب، الناس تخاف. تخيل كده لما أنت مجرد اسمك يتذكر الدنيا تتكهرب، اسمك يتذكر بس الأمور تتظبط، مجرد بس اسمك كده يقول لك فلان الفلاني هيمر، هيمر بس هيمر ويتابع. شوف يا نهار ابيض، بص تلاقي الدنيا كلها اتغيرت واتظبطت عشان فلان هيمر. ممكن فلان تاني يمر، يا عم كبر، حط البراد على النار وشغل الشاي وعادي خالص، ولكنه هيمر.
ففي اشخاص لهم اثر بارقام وفي اشخاص ما لهش اثر. فزي ما قلنا ان في واحد بألف وواحد من غير. وايضا قال وانه لا يهزم جيش فيه القعقاع. لا يهزم جيش فيه القعقاع. دي خد بالك من الاوسمه اللي بتتحط دي. بص الاوسمه صوته حاجه. لا يهزم جيش فيه القعقاع. ده بفضل الله تبارك وتعالى. فطبعا هم مع الاستغراب ده لا يملكون الا ان هم بعد الحوار والمناقشه في الاخر هينفذوا كلام مين؟ كلام ابو بكر الصديق رضي الله عنه. هم ايوه بيتناقشوا وبيتحاوروا، ممكن سيدنا ابو بكر يرجع عن رايه ويقول راي ثاني مفيش مشكله، لكن في الاخر القرار سواء هو هيقول رايه او راي غيره هو القرار بتاع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني اخذ بقول الاخرين وعمله ماشي، هو اللي يصدر القرار، هو اللي قال الكلام وهينفذه برضه هو اللي يصدر القرار. فكان القرار لابو بكر الصديق رضي الله عنه ان هو يبعت واحد بس، القعقاع ابن عمرو. مضى خالد بن الوليد على رأس 10,000 من جنده نحو العراق ومعه القعقاع بن عمرو. يبقى معاه كام؟ مع كام؟ تعرفوش تعدوا انتوا كده؟ ها؟ 11,000 وكده مع 11,000. ما خلاص احنا متفقين ان القعقاع ده بكام؟ بألف. اذا كان الجيش بعشرة والقعقاع، هو قال القعقاع ليه يعني؟ هو قال القعقاع ليه؟ ما اكيد القعقاع ده رقم، هو كمان رقم. فقال لك 10 والقعقاع يبقى 11، يبقى 11,000 الذي عده عليه الصديق رضي الله عنه بألف فارس. ده مش ألف واحد عادي، لا ده ألف فارس، يعني واحد باللي بيركبه على الفرس اللي هو ايه، لو بص الاسلحه مش مشاة، لا ده قول مدرعات، ده حاجه من اللي بتجري على الارض، ده صعقه ارض حاجه كده يعني. ألف فارس ووجه وجهه شطر منطقه الحفير. بدأ يدخلوا بقى ايه في الأراضي العراقية، منطقة الحفير الواقعة على مقربة من الخليج الفارسي مما يلي الصحراء، الخليج العربي يعني، مما يلي الصحراء، يعني لسه داخلين من الأراضي السعودية على الخليج مباشرة. أول ما دخلوا لقوا حتة كده اسمها حفير، فالمنطقة ديت أول ما وصلوها كان هرمز أمير لهذه المنطقة من قبل ملك الفرس. بلاد الفرس محتلية العراق، فكان هرمز أمير على إيه؟ على المنطقة ديت. وهرمز إن كنت لا تعلمه أحد رجال القلائل الذين تم لهم الشرف من الفرس في عصره. هرمز دوت راجل من الرجال المتوجين، راجل من الرجال المشهورين، أمير من الأمراء، بس هو مشهور. واللي بيبقى مشهور في عهد السفاحين يبقى إيه؟ يبقى سفاح، يبقى سفاح. اللي مشهور في عهد المجرمين يبقى إيه؟ يبقى مجرم. يعني أنت ما تعرف واحد زي شاورون مثلا، خلاص ده كبير المجرمين. واحد زي بريز مثلا كبير المجرمين، ما هو كلها ايه عيله واحده يعني. فهرمز بقى لك ان تتخيل ان هو نال الشرف في بلاد الفرس، من بلاد ايه؟ من بلاد الفرس. يبقى دوت كان ايه نظامه، ايه وضعه لما ارتقى فوقهم. ولا دل على شرفه الذي بلغه من قلنسوته التي تساوي 100,000. عارفين القلنسوه الايه؟ الخوذة. راكب فيسبا هو بيقول لك الخوذة، ماشي هعديها لك انا. ايه تاني؟ ما كانش في ايامه فيسبا اصلا. لا الايه؟ اللي بيلبسوه في راسهم، ممكن يلبسوا حاجات كتيرة. ايه اللي بيلبسوه في راسهم؟ ايه الكولونسوة دي؟ طاقية. تاج. اللي ايه؟ اي قول قول. اللي ايه؟ اللي بيه؟ اللي بيصدوا بيها السيف، الكولونسوة اللي بيصدوا بيها السيف، اللي هي الصدادة دي يعني، عامل زي قطع الحلة دي كده. ايه تاني؟ الكولونسوة دي يعني. ها؟ الخوذة، ما قلنا حاجة ما كانش فيه تموسيكلة. من غير تموسيكلة برضه ماشي. خوذة. الكولونسوة. اسمها غريب علينا صحيح، مفيش كولونسوة أيام دلوقتي. الكولونسوة بكل بساطة، عارفين عمة الحاج الصعيدي؟ مش بيبقى لففها بق، بيفضل يلف 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 رول قماش بيلف على راسه كده اهوت من فوق، رول قماش بيلف من راسه فوق، يبقى فيها عمه وملفوفه برول قماش، هي دي الكولونسو. وبتتقاس شرفها بالرول ده، كل ما كان الرول ده طويل يبقى ده شرفه ايه؟ كبير. الرول على قد الحال يعني، بص ايه لفتين وخلاص، يبقى ده شرفه على قده. كل ما يلف اكتر، احنا على ايامنا هنا مثلا اخواننا
اخواننا ايه اخواننا في الصعيد جزاهم الله خيرا. تبص ليهم ايه بيلبسوا العبايه، يعني العبايه اللي بيلبسوها الكم ده، بص الكم ده واسع وساعات بيوسع قوي ويوسع قوي، انت تستغرب هو ايه الكم واسع قوي كده ليه. هو ده شعرفه، كل ما كان الكم واسع يدل على ايه، على قدره وهيبته ومكانته، خد بالك واسع يدخل 5 6 7 عيال جوه. هو يقبيسه ايه، يقبيسه شرف الواحد بالقلنسوة اللي هو لابسها، بالكم الواسع قوي قوي اللي هو لابسه، مش كم ضيق زينا كده مخنوق كده وزرارين ومش عارف ايه، لا لا لا، الكمامة التانية واسعة مفيش حرج قدامها الدنيا ماشي. فهو بقى حاطط قلنسوة وصل بيها حاجة جامدة قوي يعني. فكان القلنسوة بتاعته كبيرة جدا وطويلة جدا، إذ كان من عادة الفرس أن يجعلوه قلانسهم على قدر شرفهم، يجعلوا قلانسهم على قدر ايه، على قدر الشرف. يعني انت قيمتك قد ايه، قيس الطاقيه اللي على راسك، قيس البتاع العمه اللي انت لاففها ديت، الرول ده قيسه، والله ربع متر يبقى انت قيمتك على قد الربع متر، مترين قيمتك على قد المترين، 5 قيمتك على قد الخمسه. فهم كان الفرس بيعدوا كده شرفك وقيمتك ومكانتك على قد ايه، على قد الرول اللي انت لابسه دوت اللي هو كولونسوا بتاعته. فمن بلغ الغايه في الشرف فقيمة قلنسوته 100,000، 100,000 بقى درهم، 100,000 دينار، يعني حاجة ايه مدفوع فيها حاجة كتيرة جدا. يعني الناس بتتقاس بايه؟ بالقلنسوة، مش كده؟ يعني احنا في ايامنا النهاردة ممكن يقيس قدرك ومكانتك بالكوتش اللي انت لابسه. ايه والله؟ ايوه، بص ده الكوتش يقول لك بص لابس كوتش ب 500 جنيه محترم. مين المحترم بالظبط، الكوتش ولا انت؟ الكوتشي. لا انت، انت عشان الكوتش ب 500 جنيه. لو الكوتش اغلى من كده يبقى انت محترم قوي، وكل ما الكوتش كان غالي بقيت انت محترم اكتر واكتر. فاحنا للاسف نفس سياسه الاحترام جت عندنا، بس على ازاي اللي هنلبسه، يعني ما عدناش نلبس قلنسوة خلاص، فنلبس اي حاجه. انت والله لابس كوتشي، شوف كوتشي بتاعك شكله ايه، اخد بالك. وبرده ممكن نيجي في عصر من العصور نشوف الشباب مسقط بنطلونه قد ايه، على قد ما يسقط بنطلونه يبقى ده متقدم متطور متحضر، مش قليل ادب بقى، منحط سافل مش مؤدب، لا 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 لا، خليك في الجهه الثانيه ان هو ده يعني فري ومفتوح على المجتمع وانترناشونال وحاجات من اللي بيقولوها ديت. لا، الانسان ما بيتقاسي بالحاجات الماديه ديت، ولكن قيمه المرء ما يحسن، قيمه المرء ما يبذل لا ما يستهلك. ركز في دي، قيمه المرء ما يبذل لا ما يستهلك، يعني قيمتك باللي انت بتبذله مش باللي انت تستهلكه. ما تقولش انا باكل ايه وبشرب ايه، يعني هي دي قيمتك؟ ما في الاخر بيتطحن وينزل دوره الميه خلاص، يبقى دي قيمتك برضه، مش دي بقيت قيمتك؟ لو هي دي قيمتك يبقى هي اخرها كده. لكن الانسان قيمته ما يبذل، لما تيجي تبذل لخدمه الدين عز وجل، لما واحد يبذل روحه ويموت في سبيل الله، هي دي قيمه ولا مش دي قيمه؟ هو ربنا عز وجل مش اعلى هذه القيمه وجعلهم في الجنة أحياء ينعمون يرزقون يشفعون ولهم منازل عالية، مش هي دي قيمة؟ فالإنسان هنا اللي بيبذل هتشوفه بذل ودينه، اللي بيبذل روحه غير اللي بيبذل ماله، غير اللي بيبذل وقته، غير اللي بيبذل جهده، كل دي حاجات بتتبذل. فقيمتك باللي انت بتبذله مش باللي انت بتستهلكه، مش باكل ايه وبستخدم ايه وبركب ايه وبلبس ايه، مش دي قيمتك. قيمتك انت رقم ايه في المعادله، انت تساوي ايه في المعادله، انت ليك اثر ولا مالكش اثر. قيمتك باللي انت بتبذله، باللي انت بتظهره، باللي انت بتنتجه. قيمتك باللي انت بتحسنه، انت بتحسن ايه. قيمتك ما تحسن، قيمتك ما تبذل. عشان كده الواحد لازم يحسب نفسه، يشوف والله انا قيمتي قد ايه. ولما تحس عايز تعرف قيمتك زي ما قلنا قبل كده، اذا اردت ان تعرف مقامك عند الملك، ها حد فاكر ولا لا؟ كل شويه اقولها، اذا اردت ان تعرف مقامك عند الملك فانظر حاجتين، باي شيء يشغلك، باي شيء يشغلك، يعني ربنا عز وجل مخلي ذهنك مشغول بايه، ماشي، مشغول بايه؟ هل هو مشغول بالمباريات؟ هل مشغول هو بالمسلسلات؟ هل هو مشغول بأحدث الموضات؟ هل هو مشغول بالسعي وراء البنات؟
هل هو مشغول بمواقع مخلة هابطة سافلة؟ مشغول بإيه؟ بأي شيء يشغلك؟ ولا مشغول بإزاي أعمل وسائل تفهم الناس دينها، تحبب الناس في الدين، إزاي أخلي الناس تقرب للمساجد تدخل بيوت ربنا، إزاي بتفكر إزاي تخدم الدين؟ بأي شيء يشغلك وفي أي شيء يستخدمك؟ أنت مستخدم في إيه؟ ربنا مخليك تنتج إيه؟ مخليك تنتج إيه؟ لما تلاقي نفسك ما بتنتجش، مالكش إنتاج، يعني مالكش إيه؟ مالكش إنتاج يعني مالكش إيه؟ مالكش لازمة، مالكش لازمة. عشان كده في واحد بألف وفي ألف بخف. ما الألف بخف دوت واخد قديم الخف، الواحد في الألف أبو خف ده واخد قديم الخف، ده حتة دي كده، حتة دي كده في نعل خف، يعني ولا قيمة. عشان كده لابد انك انت تحدد مكانك ومقامك عند ربنا سبحانه وتعالى بقيمة بذلك. وخد بالك بقى ان قيمة بذلك دي لابد انها تكون مقيدة ان بذلك لله، لان في ناس كتير بتبذل لكن يقال قارئ، يقال مجاهد، يقال عالم، مش كده؟ مش في ناس بتأتي يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يسعر بها النار؟ ليه؟ لأن هذا المجاهد اللي جاهد فيما يبدو في سبيل الله يؤتى به وتسعر به النار. طب ليه؟ لأنه جاهد ليقال مجاهد وقد قيل. شكرا، خلاص. ده عايز يبقى عالم وخلاص، قالوا العالم الفلاني وقد قيل، خلصت. هذا قارئ عايز يتقال عليه انه قارئ وانه معاه الاجازات ومعاه القراءات وقد قيل، يبقى مش اي بذل، مش اي بذل. البذل لازم يكون مشروط انه لله تبارك وتعالى، يكون خالص لدين الله عز وجل، ما يكونش في شريك، ما يكونش رياء، ما يكونش سمعة، ولكن يكون لله تبارك وتعالى. اذا لازم تدور على قيمتك وتعرف مقدارك، ولو مالكش ما تيأس، افعل لنفسك دورا، اصنع لنفسك دورا، احفر لنفسك خندقا. لو مالكش، لو انت حاسس ان انت ما بتعملش، ما بتبذلش، ما تيأس. لا، انت ممكن يبقى لك دور. واحد يقول لك انا عجزت، انا كبرت، انا لا. في ناس فعلا عجزت وكبرت لكن قعدت حافظت، لا واظبط على اي حاجه. ممكن واحد يكون بيواظب بس، يعني عندنا هنا في مسجد الفردوس في محرم بيه الاخ مؤذن، مؤذن المسجد، حاج مؤذن المسجد، بيأذن اذان الفجر الاول 20 سنة، بيأذن اذان الفجر الاول 20 سنة. ايه رايك بقى دوت ان هو لما يعني اولا وصل لسنه 70 سنة، اما وصل سنه 70 سنة جه يقدم في القرعه، مش مقبول مش مقبول مش مقبول مش مقبول. 70 سنة لازم مرافق، ما فيش مرافق، وعمال يحوش بالعافيه. المهم ان هو ايه، خلاص يعني شعر ان هو مش ممكن يطلع الحج، وقال في اخر مره قال نطلع الحج، قام جاي مقدم كل اللي في الحج الاقتصادي اترفضوا الا هو، كلهم الا هو، ربنا من عليه وراح، وراح بدون مرافق، راح وبدون مرافق، وراح وادى الحج ومات. صلى عليه هناك في الحرم 3 مليون، اخد بالك، واتدفن في مكة، واتدفن في مكة. ليه؟ راجل بيعمل ده بقى ايه؟ ايوه، هو كان على كبر، ده كان بيقعد يحفظ ويجاهد نفسه، واللي حفظهم هم 5 أجزاء. راجل كبير في السن، يعني تخيل واحد عنده 60 سنة 70 سنة وعمال يحفظ عمال يحفظ مش قادر يجمع، لما يحفظ 5 أجزاء ده خير وبركة، خير وبركة. فعايز اقول لك ان مهما كانت امامك عوائق، سنك كبير، لا مشغول، لا بدرس، لا بعمل اي حاجه، لا ما تستسلمش، لابد ان تجعل لنفسك دورا ايجابيا وكلك اظهر في مجتمعك اللي انت بتعيش فيه. غير ان هرمز كان من اسوأ امراء الفرس معامله للعرب، ده شيء طبيعي طبعا. هو نال الشرف ازاي؟ هو هينال الشرف ازاي يعني؟ ما كل ما كان اللي الراجل دوت مثلا قليل ادب وبيشتم وبيهين المسلمين وبيطلع على كتافهم، هيبقى تمام ولا مش تمام؟ ده هيبقى تمام عند المعاديين. فهرمز بقى كان ايه سايق فيها؟ كان بيكن الكراهيه والبغض للمسلمين وللعرب،
يعني جنس العرب بذاته هو بيكرهه، فضلا ان هم يكونوا مسلمين كمان كانت عملوا ازمه كبيره، عملوا ارتكارية، فكان من اشدهم غطرسه على العرب، فكره العرب هرمز. برضو العرب نبدلوا نفس الشعور، يعني انت بتكرهنا وانت بتشتمنا وانت بتهنا، خلاص احنا بنكرهك انت بتكرهنا. فكره العرب هرمز اشد الكره، حتى جعلوه مضربا للمثل في الشر، فكانوا يقولون في امثالهم اشر من هرمز، اكثر من هرمز. يعني واحد يقول لك ايه فلان يا راجل ده اشر من هرمز، يبقى ايه، يبقى ضربين مثل ان اللي قدامي دي شراني اكثر من مين، اكثر من هرمز، فضربوا بين مثل في كثره الشر وكثره الكفر. المهم ما ان حط خالد بن الوليد رضي الله عنه رحاله في المنطقه حتى وجه كتابا الى هرمز، اول ما وصل للمنطقه ديت أم دعت كتاب مباشرة إلى هرمز، يقول فيه: أما بعد فأسلم تسلم، فأسلم تسلم، أو اختر لنفسك وقومك الذمة وادفعوا للمسلمين الجزية عن يد وأنتم، يعني اسلم تسلم أو تختار لقومك إنك تدفع الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، وإلا فلا تلومن إلى نفسك. ده هو بيهدد مين؟ ده بيهدد هرمز، بيقول له أما بعد فأسلم تسلم أو اختل لنفسك وقومك الذمة، يعني تدخل في ذمة المسلمين أنك تدفع لهم وادفعوا للمسلمين الجزية عن يد وأنتم صغيرون. بيقول له كده، بيقول له ادفع وانت زليل، ادفع وانت زليل، وإلا لو ما سمعتش الكلام وما نفذتش التعليمات، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، هتشوف اللي هيحصل لك. فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. خد بالك من المعادلة دي، قال أنا جيت لك برجالة مش بأي حد، جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هما الفرس دول بيحبوا الحياة دي، هما أصلا عايشين ليه؟ عشان عشان حياة متع ولذات وشهوات هم عايشين فيها، فالحياة هي بالنسبة لهم الأول والآخر، هي بالنسبة لهم المحطة الأخيرة، كل شهواتهم ولذاتهم هي هنا. فسيدنا خالد بيقول له أنا جيت لك بناس بيحبوا الموت زي ما أنتوا بتحبوا الحياة، أنتوا بتحبوا الحياة على الآخر، هم بقى جايين بيحبوا الموت على الآخر قوي. وهنا برضو مسألة مهمة جدا، لما حضرتك يكون عندك زهد في الدنيا، اما يكون عندك زهد في الدنيا وعدم تعلق بها وحبك للاخره اكثر من حبك للحياه، يا ترى بذلك هيكون عظيم ولا بذلك هيكون ضعيف؟ لو انت اصلا بتحب الاخره اكثر من الدنيا، بذلك هيكون اقوى ولا اضعف؟ بذلك هيكون اقوى. فنمط الصحابه، نمط الصحابه ان هم كانوا بيحبوا الاخره اكثر من الدنيا، كانوا بيحبوا الموت زي ما عدائهم بيحبوا الحياة. اللي بيحب الحياة ده حريص عليها ولا مش حريص عليها؟ متمسك بيها ولا مش متمسك بيها؟ حريص ماسكها، ماسكها بإيده وسنانه، مش عايز يموت، يكره الموت. لا بقى الصحابة بيحبوا الموت. يا انت تخيل كده واحد بيحب الموت، يعني واحد جاي يموت، اللي جاي يموت ده يعمل ايه؟ يا ترى بيضرب كده ويستخبى ورا الجدار؟ ده جاي يموت يا اخوانا، ده جاي يموت، شايف ان الموت هو البوابة اللي هتدخله الجنة، فهو جاي يموت. قد ايه اقباله هيكون على الحرب، قد ايه اقباله هيكون على المعركه، اقبال شديد جدا. فهو بيقول له قد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه. رساله سطرين، لكن ايه، ايه رايكم في السطرين دول؟ بيحكوا امجاد مش كده، بيحكوا امجاد، بيحكوا تاريخ، بيحكوا عزه، بيحكوا قوه. ده بيتكلم الفرس اللي هي تعتبر اقوى قوه، كان عندنا الفرس والروم، دول اقوى قوه في العالم وقتها، الفرس والروم. هو بيكلم الفرس بيقول له اسلم تسلم، بيقول له انا جيت لك بناس يحبون الموت كما تحبون الحياه، بيقول له فلا تلومن الا نفسك، فلا تلومن الا نفسك، يعني انت حر ما ترجعش تعيط، ما تعملش فيها قطه، مش عارف ايه. هو عمال يشد عليه بيقول له خلي بالك، انت اللوم هيبقى عليك، اسلم احسن لك، استسلم احسن لك،
لا بص انت الكلام كلام فعلا بيعكس قوة المسلمين، بيعكس عزة المسلمين، بيعكس إمكانيات المسلمين، رغم أن الإمكانيات كانت ضعيفة جدا، لكن الإمكانيات بقوة الإيمان بيلقاها طعم تاني خالص. الإمكانيات بقوة الإيمان لها طعم تاني. عشان كده لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال للقعقاع ماذا عددت للجهاد، قال الإيمان بالله ورسوله وإيه، وبعد كده الخيل الصافنات. يبقى قوة الإيمان وقوة الأسباب. الصحابة هنا رضي الله عنهم كانوا عندهم قوة الإيمان وقوة الأسباب، بيبذلوا قصر جهدهم، ما عندهم يبذلوه. طار صواب هرمز أول ما وصلته رسالة، إيه اللي حصل له؟ دماغه ونت. إيه اللي بيحصل ده؟ مين بيتكلم؟ ده مين ده؟ ها؟ ده بيتكلم مع مين؟ هو أنا مين؟ ده هو نسى نفسه. يعني الرسالة دي نسيت هرمز نفسه، بقى بيون كده بيفكر إيه الحكاية؟ طار صواب هرمز لما قرأ رسالة خالد بن الوليد وكتب إلى أزدشير ملك الفرس. أزدشير ده الملك بقى اللي هو ملك الفرس كلهم، ملك الفرس، يخبره بقدوم المسلمين نحو العراق. بيقول له المسلمين جايين العراق. لما يقول له المسلمين جايين العراق يبقى رسالة خالد دي أثرت فيه ولا ما هزتوش؟ ده هزته، هزته. هو بعت للقيادة العليا إن خد بالك في خطورة بالغة، إن جيش المسلمين خلاص داخل العراق، وكأنه بيطلب الإغاثة، كأنه بيطلب السند. بس مكسوف، ده هرمز لما يقول أعينوني وادوني القوة، وعشان ده هرمز ما ينفعش يقول كده. فطبعا طار صواب عقله، ثم هب من ساعته ورص صفوفه وجمع جموعه وأسرع بهم نحو موارد الماء في الحفير. على طول بعد ما بعت الرسالة بعد ياخد خطوات إيجابية بسرعة عشان ما يتهزمش بسرعة، فوصل إلى الحفير اللي هي تعتبر إيه؟ أول الحدود اللي سيدنا خالد دخل عليها. وصل الحفير ديت وحط نفسه على مواطن المية، أبار المية اللي موجودة هناك، قام قاعد عليها عشان يضمن إيه؟ يضمن فيه شرب، الناس هتشرب لأن مفيش مية الناس هتموت، ودي صحراء، فعشان يضمن وجود المية فرص جنوده في الحفير وجلس. ونزل عليها قبل أن يصل إليها خالد بجيشه رضي الله عنه. فلما بلغ خالد بن الوليد الحفير وصل نفس المنطقه، شايفين بقى جند العدو خلاص معسكرين مش هيروحوا هناك، فامر جنده بان يلقوا رحالهم في مكان اختاره لهم، فقام اليه نفر منهم في الحفير، قال لهم اقعدوا هنا، فقام اليه نفر منهم وقال ايها الامير عدونا على ماء ونحن على غير ماء. يعني عدونا قاعد على خزان الميه، عنده ميه هيشرب، واحنا جايين من السفر الطويل ده وقاعدين حته فيهاش ميه، ده الخليج مالح مش نيل، مالح، هنشرب منين؟ وعدونا على ماء ونحن على غير ماء، وانا لنخشى ان نموت عطشا، احنا خايفين احسن نموت قبل ما نحارب، فهل المكان ده مناسب ولا غير مناسب؟ هو بس بيلقي الضوء على مشكله. وانت تلاحظ الادب في الحوار، مش بقى يهاجمه يقول له انت اختيارك سيء، انت افكارك مهببه، انت مشاريعك خربانه، لا لا لا، قال له ايها الامير عدونا على ماء ونحن على غير ماء، هذه مشكله واضحه، عدونا على ماء واحنا مش على ماء، عندك حل؟ في دماغك فكره؟ واخد بالك؟ يعني مش مشكله انت هتعمل، بس انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فهو بينبهه، بيدي اشارات، وهذا يدل على ثقه الجنود في قادتهم، عارفين هو ماشيين ورا مين، عشان بس بيقول له خلي بالك العدو على ماء واحنا مش على ماء، دي مشكله، عندك حل؟ تصرف يعني. يعني خايف نموت من العطش قبل ما ندخل في المعركة، فهو عنده أدب، بيبدي الرأي، مفيش مشكلة إنك تبدي الرأي، لكن تبدي الرأي وتبقى تتشنك عليه وعايز الرأي يتنفذ؟ هو حضرتك قلت رأي لازم الرأي يتنفذ؟ لا طبعا، المفترض حضرتك بتقول رأي، مش في قيادة؟ طالما أنت بتقول رأيك ووصل للقيادة خلاص جزاك الله خير، أنت قلت رأيك، ثقتك في قيادتك هتخلي قيادتك دي تدرس رأيك وتشوفه ممكن مش ممكن، هتعمل الأصوب، مش معقول تاخد رأيك وترميه. فقال لهم خالد ألا حطوا رحالكم حيث أمرتكم. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ ها؟ حطوا رحالكم هنا مطرح ما قلت لكم اقعدوا اقعدوا هنا، ألا حطوا رحالكم حيث أمرتكم اقعدوا هنا، ثم جالدوا عدوكم على الماء مجالدة المستميتين. قال لهم اقعدوا هنا من غير ميه. فكرته ايه بقى؟
هي الحرب هتبقى معركتين. المعركة الأولانية إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يوصلوا للمية. المعركة الأولانية إن هم يوصلوا للمية. المعركة الثانية إن إحنا نكمل دخول العراق. فلهم أول حاجة اقعدوا هنا مطرح ما قلت لكم، وجالدوا عدوكم على الماء مستميتين. مش أنت بتقول هموت عطش؟ طب ما تموت وأنت بتقاتل. موت عشان توصل للمية. فخلى الرسالة الأولانية نوصل للمية. نوصل للمية. جزأ الهدف الكبير إلى أجزاء صغيرة. ودوت لازم يبقى في سياسة حياتك. أنت عايز مثلا تعمل مشروع مثلا ياخد 5 سنين. خلاص قسموا المراحل. السنة الأولانية مرحلة وتدي نتيجة، السنة الثانية مرحلة وتدي نتيجة. زي واحد عايز يفتح طريق. الطريق ده ياخد 5 سنين، يفضل قافل السكة 5 سنين؟ لا، يقفل مرحلة يخلصها، يمشي العربيات ويقفل اللي بعدها، يخلصها يمشي العربيات ويقفل اللي بعدها. هيخلص ولا مش هيخلص الطريق؟ هيخلص. فقسمها مراحل. انت برضو حتى لو كنت طالب بتذاكر، امسك كتاب وقسمه ابواب. الباب ده يتذاكر، خلاص الباب اللي بعده، خلاص الباب اللي بعده، خلاص الباب اللي بعده. يبقى جزأ اهدافك الكبرى الى اهداف صغيره. تخلص الاهداف الصغيره يبقى انت وصلت الاهداف ايه؟ وصلت الاهداف الكبيره. فقال لهم حطوا رحالكم حيث امرتكم ثم جالدوا عدوكم على الماء حتى مجالده المستميت. هتموتوا لو ما خدتوش الماء دي. فلا عمري لنصبرن ولا يصيرن الماء لاصبر الفريقين. يقول لهم بيقسم بالله ان احنا نصبر وان الميه ستصير للاصبر، للي صبره اعلى، للي صبره اكتر. انتوا اصبروا بس. خد بالك عنصر الايمان، عنصر الصبر. اصبر هتجيلك الميه، مش هتصبر مش هتجيلك الميه، اصبر. فقال لا فيصير الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين وأنتم الأصبر والأكرم بإذن الله. يعني لهم قاتلوا جاهدوا، المية هتصير للأصبر والأكرم، وأنتم الأصبر وأنتم الأكرم. بيرفع روحه المعنوية، بشرهم بالنصر. مش كده؟ امشي ولا تلتفت، خليك نحو الهدف مباشرة. بوارق الأمل. يجب ان القائد ما يحطمش ابنائه، ما يحطش دايما التقارير السوداء قدامهم. لا، في بوارق امل. ممكن نحن ممكن نعيش، ممكن ننتصر، ممكن نتقدم، ممكن نلاقي ميه، ممكن وهكذا. الصف العسكران كل منهما قبال الاخر. خلاص الجيش هنا والجيش هنا، الاثنين في الحفير واقفين قصاد بعض. هنا الفرس وهنا المسلمين قصاد بعض كده اهو. ووقف هرمز في مقدمه جنده وجعل عن يمينه أميرا من أمراء البيت الفارسي يعني المالك، وعن شماله أميرا آخر. يعني هرمز واقف في النص وخلى أمير من أمراء هنا على اليمين وأمير من أمراء هنا على الشمال. ليه بيعمل كده؟ أمير دوت يعني من إيه؟ من أسرة حاكمة. حط واحد من أسرة حاكمة على اليمين وواحد من أسرة حاكمة على الشمال، هو في النص. طب ليه المشهد ده؟ ليه بيعمل كده؟ أراء 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 فخر. يثبت الناس. تمام. ايه تاني تقول يا ابني؟ ها، بيثبت الناس، فخر. ايه تاني؟ يقول انه واصل للملك. العيله كلها جنبي. ماشي. ها، ملك في اليمين وملك في الشمال. ماشي. ايه تاني؟ ايه حماية ليه. تمام. ايه تاني؟ حماية. ها؟ هو حط ليه امير هنا وامير هنا؟ دول امراء من البيت الملكي. حطهم ليه دول جنبه كده؟ مفترض امراء البيت الملكي دول يعني ما بينزلوش حرب اصلا. دول يحاربوا ليه دول؟ دول يموتوا ليه اصلا؟ دول مش هنا. وحطهم هنا ليه؟ اول يدي ثقة للجنود، وعشان يخلي الحرب مش حد يهرب. لو انتم قصرتم هتموتوا. فيبقى مش هو بس اللي بيدفع الناس، يبقى هو ومعاه 2 امراء. ال2 امراء دول حريصين على ايه؟ على الموت ولا على الحياه؟ على الحياه. هيقاتلوا ازاي؟ هيحركوا الناس ازاي؟ بكل قوتهم، هيبذلوا ما عندهم عشان الناس تتحرك والناس ما تتراجعش. الامير دوت له انصار والامير ده له انصار، هيثبتوا الجيش. فهو عايز يثبت الجيش باقصى طاقه ممكنه.
مش عايز الجيش يبقى ايه الناس شايفه هرمز لوحده، لو حد مثلا زعلان من هرمز يبيعه في موضوع زي ده. فقال لك لا، لو بعت هرمز في غيره، في هرمز يمين هرمز شمال، واحد من هنا واحد من هنا، يعني بص هي محاطه، يعني مش خارجه بره، ايه بره المؤسسه. وقف هرمز في مقدمه جنده وجعل عن يمينه اميرا وعن شماله اميرا اخر، وكان قد ادمر في نفسه شرا وطوى صدره على غدر، ادمر شر ونوى على غدر. فلقد ايقن هرمز انه اذا استطاع ان يقتل خالد بن الوليد رضي الله عنه فانه يكون قد قطع اربع اخماس المعركه. هرمز حط في تصوره ان انا لو قتلت خالد بن الوليد انا كده وصلت لفين؟ هو كده انتصر اربع اخماس المعركه، ناقص له خمس المعركه ويخلص. قتل اولا قائد الجيش، وبعدين مش اي قائد، ده مين ده؟ ده خالد بن الوليد. فلما يقتل خالد بن الوليد في الجيش ده، لا يبقى هو كده خلص، ناقص له حاجه بسيطه ويخلص على بيت الجيش. فايقن انه لو خلص على خالد يبقى اربع اخماس المعركه خلصت، وفاضل خمس واحد سهل يخلصه، يعني وقت خلص اربعه مش هيخلص واحد، خلاص يبقى هو بالنسبه له ايه؟ بالنسبه له سهل. ولذلك كان حريص جدا ان يكون هدفه الاساسي هو قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا معروف ان في الحروب ديت كان بيقف في الصفوف كده وبعدين يطلعوا واحد من هنا يبارز واحد من هنا، واحد يبارز من هنا. فهل كان هرمز متخيل انه ممكن يقتل خالد مكافحه هكذا؟ لا، واثق انه لا يستطيع. هرمز واثق انه لا يستطيع قتال خالد مكافحه، ما يقدرش. ايه الرعب ده؟ ايه ده؟ يعني ده خالد ب 100,000 هو كمان. ده مش ممكن. لما هرمز اللي عليه الهاله الكبيره دي كلها متيقن انه لا يمكن يقدر يقتل خالد مكافحته وش الوش كده، ما يقدرش. ولذلك ادمر الخيانه. قال خالد ما اتقتلش غير بالخيانه. قال خالد ما اتقتلش غير بالخيانه. وكثير من الامم تنهار بسبب الخيانه. يعني هل العراق دي سقطت بسبب ايه؟ بسبب الخيانه. بسبب الخيانه. يعني انت بالليل تلاقي الجيوش داخله وطالعه والطيران والصواريخ ومش عارف ايه، والعصر تلاقي البلد ضاعت سلمت، تلاقي الامريكان في المطار عادي والدنيا بقت هايصه والبلد سقطت. ايه ده في ايه؟ خيانه. الخيانه مرض عضال يقضي على الامم. واعداء الاسلام لما يحبوا يهدوا كيان يزرعوا فيه الخونه والعملاء اللي بيقبضوا، وتبص تلاقي الخونه والعملاء دول ينخروا في الكيان زي السوس، يفضلوا ينخروا ينخروا ينخروا، وتاتي الخيانه من داخل الصف. يبقى انت مامن نفسك خارجيا وهنا وهنا وهنا، وتبص نفسك بتؤتم منين؟ من جواك، من الخيانه، من الخيانه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام عدها من صفات المنافقين الخيانه. وزي ما قلت لكم الخيانه فعلا هي تعتبر قاسمه. كثير من الحركات الكبرى والعظمى بتنهار بسبب الخيانه. دول كبيره بتنهار بسبب الخيانه. مواقف كثيره بتخسرها بسبب الخيانه. فالخيانه مرض عضال. ولا يستعمله الا اعداء الاسلام. الاصل انه لا يستعمله الا اعداء الاسلام. فهرمز لما حب يهزم جيش المسلمين، هل فكر يقتل خالد مكافحة ولا فكر يخون خالد؟ فكر في الخيانة. قال لك ده ما يجيش غير بالخيانة، ما يجيش غير بالخيانة والغدر. طب نجرب الخيانة، هل يستطيع أن يصل إلى أحد جنود خالد ليقتل خالد؟ ممكن تحصل دي؟ أيامهم لأ، أيامهم لأ، تحصلش تحصلش ما تحصلش، أخد بالك. لكن في تاريخ الأمم تحصل إن دوت يقتل ده وده يقتل ده وده يموت ده وده عشان ياخد الكرسي وياخد المنصب وياخد وياخد، لكن دول لا، ما يحصلش معاهم. لأن خالد رضي الله عنه ما هوش القائد المتمسك بالقيادة، ودي ميزة بقى. إنك تبص تلاقي خالد وليد زي أبو عبيدة بن الجراح والاتنين إيه، ده عمال يزق القيادة على ده وده يزق القيادة على ده، يعني حاجة عمرك ما شفتها. يعني مش واحد بيقعد على كرسي الحكم ويلزق، لا، ده بيزق ده وده بيزق ده، الاثنين شايفين انها امانه واي حد يشيل. فالشخصيات اللي هي مش قلبها مش متعلق بالحكم والقياده ديت الموضوع بالنسبه لها هين قوي. يعني لو انت قلت له امشي نجيب واحد غيرك عادي مفيش مشكله،
طالما الدنيا ماشية وطالما الأمور مستقرة والدولة في تقدم خلاص مفيش مشكلة. عشان كده خالد بن الوليد رضي الله عنه لما سيدنا عمر أرسل رسالة إلى أبو عبيدة بن الجراح يأمره أن ينحي خالد الوليد ويمسك هو القيادة، سيدنا أبو عبيدة بقى متحرج إزاي يقولها. ولما ساب سيدنا خالد ينتصر بعد ما ريح بلغه رسالة، قال له أرحمك الله لما لم تبلغني رسالة حال ما وصلتك؟ يقول أرحمك ما قلتيش لي أول ما رسالة وصلت. يعني الموضوع كان صعب عليه ولا كان سهل؟ لكن سهل جدا. ده بيعاتبه بيقول له ما قلتليش لي أول ما رسالة جت؟ قال له ما رضيتش بس أكثر نصرتك وفوزك. فبيبلغه رسالة مهمة، إننا إيه؟ كلنا في الله إخوة، وما للدنيا نريد وما للدنيا نعمل. إحنا كلنا إخوة، لا الدنيا عايزين ولا بنعمل للدنيا. فأنت القائد، أنا القائد، مش دي المشكلة، المهم من العمل يستمر. فهرمز رأى أنه لن يستطيع أن يقتل خالد إلا بخيانة، لكنه كان على يقين أنه ليس بوسعه أن يجد من يخون داخل هذا الجيش، كما ليس بوسعه أن يجد أن يحاربه مكافحة وينتصر عليه هكذا، فكان لابد من الغد. ولذلك أخذ يتشاور مع الناس ماذا يفعل، لكن هو كون فريق من أنصاره القريبين منه جدا وأوحى إليهم، يعني اتفقوا بينهم وبين بعضهم أنه سيدخل لقتال خالد، هو هيدخل لقتال خالد. وبعد ما يدخل لقتال خالد الفريق دوت يعمل ايه؟ يدخل هو كمان معاه، يدخلوا من الجناب ينقضوا على خالد رضي الله عنه قبل ما يوصل لهرمز. يعني هو عمل فريق في الجناب، مفترض ان سيدنا خالد يطلع كده عشان يقابل هرمز، قبل ما يوصل لهرمز يكون الفريق في الجناب ده عمل ايه؟ يكون دخل على خالد قتله وخلص الموضوع وتبقى الدنيا خلصت. والخيانه ديت هو مش عملها حساب، يعني مش مشكله. فهو بيقول يعني بعد ما يقتله غدرا، وليتحدث الناس عنه بعد ذلك بما يشاؤون، وليتحدث الناس عنه بعد ذلك بما يشاؤون، وليلمزوه بما يريدون، مفيش مشكله عنده. يعني هو يقتله غدر وخيانه، وبعدين هينتشر في العالم ان هرمز قتل خالد غدر، ايه المشكله؟ هو ايه المشكله يعني؟ مش قتلته خلاص؟ زي ما يجي اليهود يعملوا مجزره، وبعد المجزره الناس تقول دول يهود، دول اوحاش، دول اوباش، دول شكرا، ايه اللي قدمتوه يعني؟ مش اللي ماتوا واللي اتقتلوا، مش كده؟ كلامك قدم ايه واخر ايه؟ ولا حاجه. فهرمز عارف السياسه ديت، قال لك انا اقتل واغدر واخون واعمل اللي انا عايز اعمله، بعد كده الناس تتكلم، الناس هتنسى شويه، الناس تتكلم كلمتين ويعترضوا بقى في مجلس الامن ومجلس الامم المتحده ومجلس اللي مش عارف ايه ومجلس ايه، وبعد كل ده القضيه تتحفظ ضد مجهول وخلص الموضوع، وهو اللي عمل اللي هو عمله. يبقى هو عمل اللي هو عمله. هكذا تتعامل الدول العظمى مع الشعوب، يعملوا اللي يعملوه ومشكله، بعد كده الاعلام هيقول ايه والعالم هيتكلم يقول ايه، مش مشكله. يعني هي امريكا لما ضربت اليابان بالقنابل الذريه هيروشيما وناجازاكي، ايه المشكله يعني؟ بعد كده الناس اتكلمت، طب ايه اللي حصل يا مين؟ ولا حاجه، مش كده؟ ولا حاجه. واللي ماتوا والناس عماله النهار لغايه النهارده اثار واضرار القنبله الذريه لغايه النهارده، ومع ذلك لا احد يفعل شيء. وبعد كده يتهموا السعوديه بالارهاب. فاصر الى فريق من خاصه فرسانه بما عقد عليه العزم، وأحكم معهم الخطة، وحدد لكل منهم مهمته، يعني قسم الأدوار عليهم بالظبط. خرج هرمز، عامل بقى راجل بقى هو، خرج هرمز من بين الصفوف ووقف في الساحة التي تفصل بين العسكرين، وهتف هتاف المتحدي وأخذ يقول أين خالد؟ انزل لي يا خالد. عامل بقى فيها بطل همام، فينك يا خالد؟ تعال يا خالد الخاين. لكنه جعل وقفته قريبا من معسكر الفرس، ما قربش قوي، لا ده قريب من معسكر الفرس. هو كده بيسيب مساحه لمين؟ بيسيب مساحه لمين؟ للخونه اللي هينزلوا من الجناب. مش احنا قلنا ادي مساحه جيش المسلمين كده وجيش الفرس كده. هو طلع المفترض يطلع النص، فهو ما طلعش للنص، خطوتين بس كده قدام الجيش بتاعه وقف. ليه؟ لان في خيانه هتحصل هنا. اول ما يقرب خالد ويوصل للنص
هيكونوا جايين محاصرينه هما وقاتلينه، خلصوا القصه قبل ما هرمز يوصل له. يبقى هرمز اصلا بعيد عن الاصلاح خالص، يعني الراجل اتقتل وهرمز بعيد عن الموضوع خالص. فقال اين خالد؟ وبقى الصوت عنتري، صوت اعلامي بقى، وبص نازل زي الرعد، فين خالد؟ لو يطلع لي، انزل يا خالد، اطلع يا خالد، عمال ينادي بالشوارع، انزل يا مصري، انزل يا مصري. طب وبعدين يا اخوي؟ لكنه جعل وقفته قريبا من معسكر الفرس، في خيانة خلي بالك، جعل وقفته قريبا من معسكر الفرس بعيدا عن معسكر المسلمين. فما ان سمع خالد وليد نداءه، خالد راجل سمع واحد بيقول له انزل يا خالد، يفتكر يعني هيعمل ايه؟ يعني تخيل كده ان انت في بيتكم واحد بيقول لك انزل، لو كنت راجل هتعمل ايه حضرتك؟ وانت وهو معاه سيف في الشارع، وانت هتعمل ايه؟ هترش عليه ميه من فوق، لا تقول لي رش عليه ميه. ايوه كده، استخدام المتاح، رش ميه، يرمي لي ازازه فاضيه، اي حاجه مفيش مشكله، يسخن له حله ميه ويدلوها عليه مفيش مشكله. ها؟ ينزل خليه التاني يعني. فهو ايه قاعد بقى ينادي فيه، انزل يا خالد. خالد اول ما سمع واحد بيقول له انزل وتعالى، انزل وتعالى، مش معقول تناديني قدام العالم والجماهير وانا ما اطلعلكش، دي مشكله. لكنه جعل وقفته قريبا من المعسكر، فما ان سمع خالد بن الوليد نداءه حتى ترجل عن جواده. يعني ايه ترجل عن جواده؟ نزل عن الجواد وخدها مشي، ما راحش على الفرس، راح على رجله. ودي يدل على قوه خالد انه مش ناوي يجري، مش ناوي يرجع جري. اصل انت راكب الفرس بتاعك ايه؟ اول ما تلاقي مشكله للخلف دور واجري يا فرس، والجري نص جلعانه، حصاني بقى. لا مفيش كده، ده هو نازل على رجله وناوي يوصل، مش ناوي يرجع. يخلص يخلص، بص خالد نازل يخلص يخلص. فترجل عن جواده ومضى الى لقائه، غير ان خالدا ما كاد يشهر سيفه ليصاول عدو الله وعدوه، حتى واثب عليه الرجال الذين اعدهم هرمز من اليمين ومن الشمال. وثبه واحده، كلهم نطوا عليه، وصلوا خالد، وصلوا ووثبه واحده، وسيوفهم مسلطه في أيديهم يريدون قتله غدرا. وهنا هب الفارس الذي عده الصديق رضوان الله عليه بألف فارس. هنا في المرحلة دي، في اللحظة دي، اتنطر مين؟ القعقاع، الألف دول طار، عارف انت اللي بيطير؟ طار كده هو، ومش طاروا بس، طاروا وجلجل بصوته، طاروا وجلجل بصوته. وانطلق من مكانه انطلاق السهم، وقذف بنفسه في الساحة، رمى نفسه في وسطهم وهو يقول لقد جاءك القعقاع بن عمرو يا عدو الله. صوته بألف راجل قال له جالك القعقاع، هز بقى هز، خليه يترعب. قال له جالك القعقاع يا عدو الله، لقد جاءك القعقاع، كرر له لقد جاءك القعقاع، ثقة بنفسه، ثقة بالنفس والإيمان القوي، قال له جالك القعقاع يا عدو الله. ثم انصب على هرمز، انصب على هرمز. طبعا خالد خلص مع التانيين. ده بقى ساب خالد يخلص هنا وقام راح لهرمز، سل عليهم بقى خالد راجع انه بيخلص معاهم. وهو انصب على هرمز ورجاله انصباب الصاعقه، وتبعه رجال انجاد امجاد من جيش المسلمين. فدارت بين الفريقين معركه خاطفه، معركه خاطفه، بص معركه زي البرق. استل خلالها خالد روح هرمز من بين جنبيه. خالد مريد دخل على هرمز تك، بص كانه بيفتح زيت بيبسي، طير رقبه ايه؟ طير رقبه هرمز، خلص عليه. يبقى مين خد اربع اخماس المعركه؟ خالد خلاص، خالد خلاص خد اربع اخماس المعركه. ناقص بقى ان راس هرمز باشا تترمى في وسط الجنود او تترفع فوق الرماح عشان الجنود يصيبهم نوع من ايه؟ الوهن والذعر والخوف، فيجرم كالاغنام امام جيش المسلمين. وصرع القعقاع ومن معه العصبه الغادره، الغادره التي غدرت باداب الحروب واصولها، فلم يجرؤ احد منهم على ان يحرك ساكنا. بص قاعد يقطع فيهم ويدبح فيهم ولا حد قادر ينطق. ثم كر المسلمون على عدوهم كره واحده فازالوهم عن مواقعهم، وحملوهم على أن يولوا الأدبار، وطرحوا بهم بين قتيل وجريح وهزيم. يعني ما سابوهمش، سابوهم متقطعين، إما واحد مقتول، إما واحد مجروح، إما واحد مرعوب وقاعد يجري،
ولما وضعت المعركة أوزارها، طبعا دول ما عدوش على المية، ما عدوش على المية، ما خلاص دول خدوا المية وخدوا رقبة هرمز وعدوا، يعني هم كانوا عاملين حسابهم المرة دي يا دوبك بس المية. الموضوع ما جاش على المية، لا دخلوا المية وخدوا رقبة هرمز ودخلوا على بيت البلد اللي جروا قدامه، خلاص جروا. ولما وضعت المعركة أوزارها نظر خالد إلى القعقاع بن عمرو وقال: لله ضر أبي بكر فإنه أعرف منا بالرجال. أعرف منا بالرجال، صح؟ القائد عارف رجاله، لما يقول له خد ده بألف مش بيضحك عليه، مش بيسرحه، مش بينيمه، مش بيمشيه، لا ده بيقول له حقيقة، بيقول له معاك واحد بألف، فعلا واحد بألف. قال: لله ضر أبي بكر فإنه أعرف منا بالرجال. لقد صدق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يغلب، إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يغلب. طبعا المعركة دي انتهت بانتصار المسلمين الساحق على الفرس ودخول البلاد، وإن شاء الله نستكمل بعد كده المرة القادمة. خالد بن الوليد بعد الموقف ده حس بقيمة مين؟ القعقاع بن عمرو، فأصبح القعقاع رفيقه في كل حرب، قال أي معركة يدخلها القعقاع معايا، مسجل القعقاع رقم واحد، القعقاع معايا، القعقاع معايا على طول، مسجله معاه في كل معركة، أصبح رفيقه حتى انتهت به الحياة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.